نورويتش، متذكر بأهداف السبعة في هذه المباراة في الدقيقة السابعة، وكان هذا الرقم رقم سبعة كان يحمل عنوان هذه المباراة. جاء الهدف الأول من سواريز والتمريرة لنيمار، بعدها بخمس دقائق يعود اللاعب الأوروغوياني ليحرز الهدف الثاني، هذه المرة التمريرة هنا من بوسكيتس إلى أليكس فيدال. ودائما سواريز في المواقف المهمة والرائعة ويحرز الهدف الثاني. الهدف الثالث جاء في الدقيقة 29، تحدثنا عن لوحة فنية في غاية الروعة، اختتمها ميسي بهذا الهدف. ينتهي الشوط الأول بثلاث أهداف مقابل لا شيء رغم ضياع ضربة الجزاء وطرد اللاعب مصطفى، يلعب فالنسيا بعشرة لاعبين. في الدقيقة 58 ميسي هذه المرة يحرز الهدف الرابع الثاني له شخصيا. لم يتوقف اللاعب الأرجنتيني عند هذا الحد على اعتبار أنه في الدقيقة 74 كرة بدا لنا بأن الخطورة قد انتهت فيها حينما تمكن المدافع من إبعادها هنا، ولكن ميسي سيقوم بالعمل الذي يحسد عليه الكثير من اللاعبين وبالأخص ميسي، أنه يهاجم ويحاول أن يستخلص الكرة، استخلصها وأحرز الهدف الخامس الثالث له في المباراة هاتريك. يعود سواريز في الدقيقة 83 بهذه الرأسية ليحرز الهدف السادس إثر تمريرة من نيمار، وسواريز يحرز الرباعية هاتريك سوبر هاتريك في هذه المباراة في الدقيقة 88 بهذه الطريقة التمريرة من أرض توران، ويتمكن اللاعب الأوروغواي